السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. فرحان بزاف. اذا بعد غياب طويل دابا تقريبا شهرا كاملا فانا عدت لكم. الناس اللي اول مره كتشوفني فكنتمنى على انها تهبط لتحت زوار كلازير صابوني صابوني صابوني، ثم الناس اللي عندي ديجا في القناه فكنتمنى على انهم ما ينساوش لي لايك. في هذه الحلقه غادي نهضر لكم على الناس اللي طبعا اللي كانوا منوحين اللي تمنحوا، وايضا يعني الناس اللي ما حالفهمش الحظ وما كانوش ضمن الممنوحين، شنو الطريقه اللي ممكن انهم يديروا باش ان شاء الله بحول الله طبعا يكونوا ضمن الممنوحين. اذا الناس اللي خرجت لهم المنحه كنتمنى لهم حظ موفق، والناس اللي مازال ما خرجتش لهم المنحه ومازال كيتسناو في المدن ديالهم فكنتمنى لهم ايضا حظ موفق. اما بالنسبه للناس اللي ما خرجاتش لهم المنحه وطبعا فيهم الشروط ديال انهم ياخذوا المنحه، فعندي يعني لكم طريقه وحقيقة واتمنى على انها تكون طريقه يعني فعاله، فماشي ماشي الطريقه ديالي انا، وانما يعني الوزاره او العمالات هما اللي يعني محددين هذه المسائل هذو. اذا اخوتي الا ما كنتوش ضمن الممنوحين فمن مباشره 10 ايام من بعد خروج ديال النتائج ديال المنحه فكتقدموا واحد طلب خطي كيكون موجه الى العامل، الى العامل، ما يكونش موجه الى رئيس البلديه ولا الى الوزير او لا، كيكون موجه للعامل، لان اللي كيتحكم في المنحه هو اللي كيدرس الملفات ديالكم هو العماله والعماله. اذا الطلب الخطي هذا فغادي نحطو لكم في الانستغرام ديالي ان شاء الله، وراني ديجا حطيته في الفيسبوك، ويعني ممكن نحطو لكم حتى يعني في صندوق الوصف ديال اليوتيوب. اذا الطلب الخطي هذا كيكون موجه مباشره الى العمل، ثم كيكون مرفوق باش كيكون مرفوق يعني بالدخل السنوي ديال الابوين. هاد الدخل السنوي وهاد يعني هاد الطلب الخطي كتحطو في العماله، طبعا هما كياخذوا داك الملف يعني بعين الاعتبار وكيعاودوا يعني يرجعوا الملف ديالك، يعني واش تستحق على انك تستافد من المنحه ولا ما تستحقش. وهادشي كله يعني الا بغيتوا تعرفوا او لا خصكم تعرفوا، يعني راه اللي بغيتكم انا تعرفوا هو ان الميزانيه كتكون خصها الوزاره لكل عماله عماله معينه، اذا فبالتالي فالقدر كيكون محدود عند العمالات ديال الناس اللي غتستافد من المنحه، لكن كتكون يعني بعض البرمات كيدفعوا تما بالطلب الا كانوا الطلبات ديال الطلبه اللي دفعوا بزاف بانهم ما استافدوش وبقاو الى غير ذلك، فحتى هي العماله كتدفع لوزاركم كوارا عندي العدد كثير فبالتالي زيدوني واحد شويه، فكيزيدوها واحد العدد معين. اذا خوتي ما تيأسوش، سيروا دفعوا هذا الطلب هذا، الا كنتي ممنوح فيك هاد الشروط هادو ما تسمحش في حقك، سير دفع هذا الطلب هذا وان شاء الله كنتمناو انه يكون خير. اذا خوتي خواتاتي فمن القدامه كاين غير الفيديوهات بالنسبه للناس اللي عندهم البكالوريا او حتى الناس اللي عندهم الجامعه. اذا ما تنساوش انكم لايك ثم تبارطاجيو الفيديو مع خوتكم، واتمنى لكم حظا موفقا في الاخير. اذا الى الحلقه القادمه.